بسم الله الرحمن الرحيم. سنة عظيمة جدا ترزق بها حسن الخلق. كلما نظرت في المرآة قل اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك دائما. ليه بقول لكم كده؟ العلماء قالوا من ألهم الدعاء ألهم الإجابة. ربنا لما يكون عايز يديك حاجة يلهمك كثرة الدعاء بهذا الشيء. لو قلت اللهم إني زي ما كنت قلت لكم قبل كده، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، بعد ما تقول اللهم إني أسألك الجنة 3 مرات ترزق الفردوس الاعلى كما قال ابن القيم. ليه؟ لانك بتكسر الدعاء بيها، بتلح بالدعاء، ان الله تعالى يحب العبد اللحوح. فلو انت عملت السنه دي قلت اللهم ارزقني اللهم كما حسنت خلقي فاحسن خلقي، تصبح حسن الخلق. طب ايه فائده حسن الخلق؟ قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك الجدال وان كان محقا. وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذبه وان كان مازحا. اكثر الناس بتكذب وهي بتمزح، يقول بص العصفوره مش عارف ايه. اوعى تكذب حتى لو كنت بتهزر، تتكتب عليك كذبه. وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. فاذا اكثر اعظم او اكثر ما يوزن به العبد يوم القيامه في ميزان حسن الخلق. اثقل ما يوزن به العبد حسن الخلق. لذلك قال في حديث جميل جدا، قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: ان الرجل لا يكون ضعيف العباده، ضعيف العباده، ويصل بحسن خلقه الى درجه الصائم القائم، الصوام القوام، اللي بيصوم على طول ما بيفطرش، واللي بيقيم الليل او بيقيم كل الليل بحسن خلقه. وانا اعرف ناس كده، يعني العباده عنده ضعيفه شويه لكن حسن الخلق. فالعلماء قالوا من ألهم الدعاء ألهم الاجابه. لو انت اكثرت من الدعاء بشيء ربنا يديك شو، اعرف ان ربنا عايز يديك الحاجه دي. لان ربنا بيقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: اني لا احمل هم الاجابه فان الله تعالى تكفل به، ولكن احمل هم الدعاء، ان انا اكون حاضر القلب، واعي الذهن، باكل حلال، استحضر اوقات الاجابه، وهكذا. لكن مش حامل هم الاجابه. ربنا قال: لو سالتني حديك. فتتسأل حاجه للاخره، بتقول يا رب حسن خلقي. حسن الخلق يصل بك الى الفردوس الاعلى، بس حتى لو كنت ضعيف العباده. لذلك لو انت اكثرت من الدعاء من الجمله دي، كل ما توصف في المرايه قول اللهم حسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، ترزق باذن الله حسن الخلق، لانك بتكسر من الدعاء ده. فدي منقبه عظيمه جدا. كل قولي هذا، استغفر الله.